الشوكولا من أكثر الحلويات شعبية بالعالم على اختلاف أنواعها وأشكالها. بشكل الكاكاو المكون الرئيسي لصناعة الشوكولا يلي غالباً يضاف إلى السكر والحليب وبيعطي الشكل الفاتح والأبيض والطعم الحلو مقابل الشوكولا الغامق والطعم المرة. اكتشف الشوكولا للمرة الأولى بأمريكا الجنوبية لكسرت شجر الكاكاو بهالمنطقة. طورت صناعة الشوكولا بشكل كتير كبير واحتلت أوروبا قائمة الدول المصنعة على الشوكولا ليتوسع الإنتاج بأوائل العشرينات ببريطانيا. أشهر البلدين بإنتاج الشوكولا هن سويسرا، بلجيكا وألمانيا. وجود المحلات التجارية بكثرة لبيع الشوكولا يلي صارت مقصد وعامل جذب السواح بكافة أنحاء العالم. حالياً تنتين الإنتاج العالمي من الكاكاو مصدره غرب أفريقيا، تحتل في ساحل العاج 43% من السوق. الشوكولا مادة حساسة كتير تجاه رطوبة، من هون حرارة التخزين المثالية لازم تتراوح بين 15 و17 درجة بنسبة رطوبة أقل من 40%. 50 بليون دولار بالسنة هي كمية المال المستثمرة بصناعة الشوكولا وعلى نمو مستمر. كتير من الدراسات أكدت فعالية الشوكولا بتحسين مزاجنا وحالتنا النفسية، كما أنه مضاد للاكتئاب لاحتوائه على مواد بتؤدي لإفراز هرمون السيروتونين بالدماغ يلي بخلينا نشعر بالسعادة. فارتبطت الشوكولا بالمناسبات والأعياد ليكون زينة للضيافات. أسبوع جديد ومعلومة جديدة، انطرونا.